مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن إصلاح عدة 1112 نوكيا قديمة، وزي ما شايفينها قدام حضراتكم انتوا اهي بالشكل ده. هنحاول نظبطها مع بعض ونعيدها إلى العمل من جديد. خليكم معانا خطوة خطوة. أول حاجة هنشيل ده، هنجيب مفك اللي بيه بتاع الموبايلات، ونفلش المسامير بتاعته دي. المسمار ده معصلك شوية، هنحله بمفك عادي كده كده. بعد ما خرجنا المسامير هنخرجه بالشكل ده. طبعا ده الجرس والسماعة هنا، هنحاول نظبطه مع بعض. هنجيب بنزين او اي حاجة كده، بنزين استنينا نص ساعة برضه هننضفه كده بمنديل كده برفق. ننضف الجرس والسماعة برضه، ننظف بتاعت الشحن وسكة الشحن وسكة السماعة. هنبدأ في عملية التقفيل طبعا بعد ما انتهينا من عملية التنشيف بالوضع اللي شفتوه قدام حضراتكم ده. أول حاجة هنمسك السكت وهنركبه بالشكل ده. ونرجعه نريحه مكانه كده في الوضع الطبيعي بتاعه. برضه هنركب القطعة دي اللي هي السماعة والجرس،
بالشكل ده. بعدين هنقفل بالشكل ده، هنجيب الجزء ده كده ونريحه مكانه برضه بالشكل ده، هنجيب الجزء ده نسنده، هنرجع كل حاجة على وضعها زي ما كانت. نبدأ في عملية التقفيل بالشكل ده، نركب المسمارين اللي في الوسط الأول كده عشان نظبطه بيهم، نقرق عليهم برفق بالشكل ده. انتهيت على المسامير كلها، كده قفلناه ورجعناه على الوضع الطبيعي بتاعه. هنجيب الخط ونركبه فيه بالشكل ده، نقفل عليه بالوضع ده. بعدين جبنا له جراب جديد وبطارية جديدة، هنقفله بالشكل ده، تركبه من هنا الأول وتدوس عليه كده بس كده تقفل. هنركب البطارية بالشكل ده، ونبتدي ايه نقفله بالوضع ده. على بركة الله هنبدأ نشغل، اشتغل الجهاز زي ما شايفينه قدام حضراتكم. هتجيب القائمة هتقول كده الرسم الأسماء شغال، كل حاجة شغالة فيه، الزراير الزرار كلها شغالة، الاتصال شغال زي ما شايفين، كل شيء شغال فيه، فالعجب والفيلم الشبكة جاية لآخر شرطة فيه اهي. فالعجب والفيلم يا ريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.